سنن الترمذي أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل التوبة والاستغفار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر. خلاص أنا اسم. حدثنا خلاص أتسندناها أتينا. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل. قال: قلت له: إنه حاك أو قال حك في نفسي شيء من المسح على الخفين، فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم، كنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أمرنا ألا نخلع خفافنا ثلاثا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. قال: فقلت: فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت جهوري أعرابي جلف جاف، فقال: يا محمد يا محمد. فقال له القوم: مه، إنك قد نهيت عن هذا. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته هاؤم. فقال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال زر: فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية. هذا حديث حسن صحيح. ممتاز. الباب الذي بعده، لأن هذا شرحناه بطوله. نعم. قال مصنف: باب. قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر رضي الله عنه عبد الله 4 من 7 من 6 عن النبي الأمين. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا حديث حسن غريب. وقال المصنف نفس الحديث. وقال المصنف: حدثنا محمد. وروى المصنف بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. جزاكم الله كل خير. طيب، هذا الحديث حديث طويل، حديث احمد عبده الضبي، شرحناه امس وبينا بان فيه جمل عظيمه جدا، مساله المسح الخفين ومساله المحبه، ان المرء مع من احب، ان هذه من اعظم ما تكون، الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله هذه علامات الايمان، علامه الايمان الحقه هو الحب في الله والبغض في الله، ولا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. هذا ان كانت المحبه في الله صادقه، فان كانت صادقه لا تتزحزح ولا 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 تتارجح بحال من الاحوال، وتكون اختبارا، يعني الله تعالى يختبر بها العباد. المحبه في الله من اعظم فوائدها ان المراه يحشر مع من احب وان لم يكن قد بلغ عمله، وهذا بيناه في الامس القريب. وهنا يقول في اخر الحديث انه حدثه عن بابا عرضه مسيره 70 عاما للتوبه لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله، يعني من المغرب. وهذه ايضا كما قلنا ان هذا ميعاد جعله الله جل وعلا علامه على قرب الساعه، بل على قيام الساعه. والله تعالى قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية أو بعض هذه الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما نظر الشمس قال: أتدري إلى أين تذهب هذه الشمس؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال: تذهب إلى العرش، تسجد تحت العرش حتى يؤذن لها أن تشرق من مكانها من مغربها، يعني. وهذه في قول الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه عظيمة جدا، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة طلوع الشمس من مغربها، لأنها علامة من علامات قيام الساعة. لا تنفع التوبة عندها، لما؟ لأن الغيب صار شهادة، الغيب هنا صار شهادة، وإن انقلب الغيب شهادة لا يمكن أن يقبل توبة العبد. لذلك أردف في الباب الذي بعده بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله لا يقبل توبة، نعم، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هنا في قول أخبرنا علي بن عياش الحمصي وهو الألهاني، نعم، هو ثقة من الثقات الأثبات من التسعة كما قال ابن حجر، في قول إن الله يقبل توبة العبد، وهذه فيها إطلاق على أن الله تعالى يقبل توبة العبد. نعم، قد قال الله جل في علاه:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه، وإلا فقد قال الله جل في علاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لما يأمر الله جل في علاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيها دلالة أنه ما أمر بالتوبة إلا وهو يقبلها، ما أمر بالتوبة إلا وهو يقبلها. لكن هناك وصف لا تقبل معه التوبة، هناك وصف لا تقبل معه التوبة، وهذا الوصف هو أن تكون التوبة من عندما تطلع الشمس من مغربها فيرون الناس جميعا أن الشمس طلعت من مغربها، هنا صار الغيب شهادة. أو يغرغر المرء، يصل إلى الغرغرة، وهذه معناها أنه إذا وصل إلى الغرغرة لم تقبل توبته. نعم، والغرغرة معناها بلوغ الروح إلى الحلقوم، الغرغرة معناها بلوغ الروح إلى الحلقوم، فهنا يتيقن بالموت، فهنا يتيقن الموت بالموت، ويصير الغيب شهادة، وينظر إلى الملائكة أمامه. قال الله تعالى وليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. والمسألة ليست واقفة على رؤية الملك، المسألة على الغرغرة يعني بلوغ الروح إلى الحلقوم. في قول هذا حديث حسن غريب أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأيضا البيهقي في الشعب وحكم عليه بالحسن. نعم، هذه مدة التوبة، وهذه كما قلنا توقيت التوبة التي يقبلها الله جل في علاه، هو ألا ينقلب لا يصير الغيب شهادة وألا تصل الروح إلى الحلقوم. وهذا الحال هو الذي حدث مع فرعون، بلغت الروح الحلقوم فقال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم، الفوائد المستنبطة فضل الحب في الله والبغض في الله. الحق أن نقول بأننا يعني جميعا نفتقر إلى الحب في الله والبغض في الله، وأن نتعاون على البر والتقوى، وألا ينظر بعضنا لبعض يعني بنظرة يعني البغض أو الكره أو بنظرة المخالفة. لا، نحن في حقل واحد، نحن في سير واحد، نحن في مكان واحد، في طريق واحد، نريد أن يكون الدافع لنا أقوى ما يكون هو الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله من أجل أننا نتعاون على البر والتقوى، من أجل أننا نريد نصر دين الله جل في علاه، من أجل أننا نريد إعلاء السنن، نريد أن يرضى عنا ربنا جل في علاه، ويتحمل الأخ من أخيه ما لا يتحمله ما لم يتحمله من غيره، وأيضا يعفو ويصفح ويغفر وأيضا يحسن. فكل إحسان ما يرد عند الله جل في علاه إلا الإحسان، لأن هذا وعد أكيد من الله جل في علاه، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فضل المحبة في الله، المرء مع من أحب. الفائدة الثانية المشاكلة للمؤانسة والموافقة، كما قلنا أمس رحمة الله بالعباد يقبل توبتهم ما لم تصل الروح إلى الحلقوم.